مساء الورد من جديد من قناة المحور. عندنا في مصر مشاريع وشركات كبرى وبتضم عدد كبير جدا من العمالة من الشباب. شركة من الشركات دي كانت أولى الشركات المصرية اللي أثبتت نفسها في السوق المصري وطورت من نفسها، وبعد أن كانت بتصنع منتجاتها لدى الغير أصبحت الآن بتصنع منتجاتها من خلال مصنع خاص بيها سيتم افتتاحه إن شاء الله خلال أيام. وهي شركة مهمة جدا، سيماك فور، وطبعا أنا بتكلم عنها، هي للكوزمتكس وتم إنشائها عام 2015. وخلينا نتكلم عن منتجات هذه الشركة، منتجات تجميل للأطفال وللكبار، لأن الحقيقة الكلام عنها ما بيخلصش، خصوصا ان احنا بنتكلم عن الاطفال، الشامبو الخاص للاطفال، الكريم الخاص للشعر، الزيت الخاص، اللوشن للبشره اللي بتبقى طريه بتاعت الاطفال، ونفس المستحضرات ايضا للكبار. من اهم منتجاتها بندولين، وهي الراعي اللي انا بحبه لبرنامجي، بندولين للشعر الكيرلي الهايش والصعب عند الأطفال، عشان الأمهات اللي بتعاني من هيشان شعر أطفالها، وخصوصا وإحنا في وقت المدارس دي تبقى مشكلة المشاكل. فده اللي بيميز هذه الشركة سيماك عن بمنتجاتها الطبيعية عن كل الشركات الأخرى. وطبعا هي المواد اللي بيصنعوها كلها مواد طبية، لأنه يشرف عليها صيادلة، وهم اللي بيصنعوا منتجات الشعر والجسم، وبتكون طبيعية وأمنة مش بس على الطفل كمان على الأم. استعانوا بدراسات عالمية حديثة بفريق ريسيرتشرز من الباحثين للتطوير. مش بس كده، كان هدفهم الأساسي أنه يرفعوا من كفاءة المنتج المصري، يخلوه ينافس المستورد وبسعر مصري. هنا الأهمية، شركة مصرية، منتجات مصرية وبنفس مستوى المستورد. عايزين النهاردة في مساء الورد نثبت لأي شاب أنه ما فيش حاجة اسمها يا جماعة بطالة، في أنك تجتهد، تشتغل، تطور، تنجح، هكذا هي القصص الناجحة. إذا كان هناك إرادة من حديد هنعرف نقدم نماذج ناجحة مشرفة. الحقيقة عشان نشجع شبابنا لازم نقول لهم انه الاستمرار، البحث، عدم الاستخفاف بالعلم، التطوير، هو ده اللي يوصلك للنجاح والتميز. معايا على التليفون استاذ عزت سامي، رئيس مجلس ادارة شركة سيماك، واللي هيكلمنا عن مسابقة الشركة لملكات جمال بندولين، واللي بدأت تقريبا بقالها أسبوعين، وممكن مشاهدينا يشتركوا معانا فيها من خلال الرقم على الشاشة وصفحة الفيسبوك اللي ظهر قدامكم، وحنعرف ايه هي الشروط، ايه هو السن، وكيفية الاشتراك. ألو، مساء الورد. مساء الفل. مساء الورد، ازاي حضرتك؟ الورد عليك، ازيك يا استاذه ياسمين، عامله ايه؟ قولي المقدمه كافيه وافيه ولا كان في حاجه ما قلتش عليها؟ لا بصراحه يعني اكتر من نستحقه. لا بتستحقوا الكثير. انا من اشد المعجبين بالمنتجات بتاعتكم، انتوا بتعملوا حاله من الفرحه والبهجه، لانه يا استاذ عزت الام بتصحى الصبح في عندها عذاب اسمه تسريح الشعر. مظبوط صح. الحقيقة أنا حابة جدا أني أسمع منك أولا شوية عن هذه المنتجات، وبعد كده هنتكلم عن المسابقة. والله يعني إحنا الحمد لله يعني بفضل ربنا، يعني إحنا بدأنا من 2015، الفكرة بتاعتنا كانت مختلفة. نعم. كنا يعني حابين أن إحنا نقدم حاجة تكون جديدة في الماركت هنا، تكون إضافة. لينا حلم ان احنا نوصل ان احنا نبقى براند مصري موجود في العالم كله، ويعني كلنا نفتخر بيه. فعشان كده يعني كنا حريصين ان احنا نقدم منتجات طبيعية 100%، منتجات ما فيهاش اي كيميكال. ده كان يعني حلم صعب في الاول، وفي طبعا 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 ان احنا نوصل لده من هنا في مصر، لان الفكر ده ما كانش موجود.
بس الحمد لله يعني احنا راهننا على الذكاء الكونسيومر وان هو الام يعني. لا واحترام يعني احترام انك انت كل سنة بتطور من نفسك ومن المواد اللي بتصنعوها، ده شيء جميل يعني، جايب اختصاصيين واصبح الان عندك مصانعك. الحمد لله الحمد لله يعني، ده جميل بفضل ربنا وفضل برضو يعني الحمد لله ان احنا يعني بنقدم الافضل او حريصين ان احنا نقدم الافضل يعني، اللي احنا حابينه لاولادنا هو اللي احنا عايزين نقدمه، دي الفكرة كلها. استاذ عزت ياريت حضرتك كده تعدد لي المواد اللي بتصنعوها عندنا هنا في المصانع بتاعتنا، هي عبارة عن احنا بنصنع مجموعة سكين كير وهير كير للأطفال. نعم. احنا بدأنا من فترة الطفولة لان الفترة ديت يعني لو اهتمينا بيها هنقدر ان احنا يعني نتجنب مشاكل كتير بتقابلنا بسبب يعني نقص الوعي، واحنا حريصين على يعني تطبيق الابحاث والدراسات العلميه الحديثه، دايما منفتحين ايه اللي بيحصل، ايه احدث حاجه موجوده، ايه الحاجات القديمه اللي ممكن نستبدلها بحاجات مفيده للاطفال، فده الحرص الاساسي. احنا لينا مجموعه الهير كير بتاعتنا، مجموعه بندولين دي فيها شامبو بندولين، شامبو لاول يوم من الطفل، هو يعني احنا بندعي ان هو افضل حاجه او امن حاجه ممكن نستخدمها للاطفال بتاعتنا من سن يوم، من اول يوم من الولاده لحد الكبر. وبرده في مجموعه العنايه بالبشره، الكريم السولين وكريم البادي لوشن يعني. لا ده البادي لوشن. اه بالظبط. جميل. انا الحقيقه كنت عايزه اسال يعني نفس المواد تنفع كمان للامهات؟ احنا حريصين في المنتجات بتاعتنا على السيفتي، دي رقم واحد بالنسبة لنا وده الهدف الاساسي بالنسبة لنا. طبعا اي حاجة احنا بنبقى حاطين المعايير ان لازم تكون الحاجة سيف 100%، فهي تستخدم للاطفال اكيد ممكن الام تستخدمها، وده ما يمنعش برضه ان احنا عندنا يعني لاين كامل للامهات يعني، ده ان شاء الله مع بداية المصنع هيبقى موجود باذن الله. انا اعلنت في الاول انه في مسابقة وقلت انه الشركه بتاعتكم هي شركه سيماك عاملاها للاطفال، ممكن تشرح لنا ازاي لو انا عندي بيبي عايزه يشارك وايه شروط المسابقه وايه هي المسابقه بالظبط؟ والله يعني هو الفكره الاساسيه من المسابقه هي كانت يعني تشجيع الامهات ان هي تهتم بالاطفال بتاعها وتهتم بجمال الطفله او بجمال البنوته من البدايه، يعني هي نفس الهدف بتاعنا، فدي الهدف الاساسي ان احنا عملنا المسابقه دي. هي فكرتها مختلفة، هتبقى من خلال التصويت على الفيسبوك، ده نظام الفوتنج، ده حاجة جديدة الفيسبوك بدأ يطبقها، فإحنا بنجمع 500 صورة للأطفال الولاد و500 صورة للأطفال البنات. المسابقة اسمها مسابقة ملوك جمال بندوري، بنختار جميل المسابقة. جميل. طب ايه، احنا دلوقتي في زمن الميلاد وكل سنه وانت طيب، ميري كريسماس. كل سنه حضرتك وانت طيب، فقول لي ايه الكادو اللي هيطلع يعني في النهايه، عايزين بابا نويل يدي للطفل اللي هيطلع او الطفله يديها ايه بقى، بتدوها ايه؟ الملكه هي ليها 4 سبايك ذهب، والاميره الاولى ليها 2 سبيكة ذهب. الله. الأميرة الثانية ليها 1 سبيكة ذهب، والوصيفة ليها 10,000 جنيه، كذلك على الأطفال الولاد. احنا كنا حريصين إن تبقى الله يعني الله مشجعة علشان الأم يعني. أيوه الهدف ده يعني يهتمي بالطفل وصوريها صورة حلوة وسما جميلة كده، ويعني حابين إن احنا نعرض ده على صفحتنا والفانز هما اللي يختاروا، يعني فيها شفافية كبيرة جدا يعني مش احنا اللي هنختار. جميل جميل. احنا حاطين على الشاشة دلوقتي الصورة الملكة، جميلة. ولكن سؤال، أي أم تقدر تشارك دلوقتي؟ أي أم طالما الطفل من 0 لحد 14 سنة، يعني ده الشرط الأساسي في المسابقة. أها جميل. وتبقى يعني الصورة حلوة كده ومعها البرودكت الشامبو بتاعنا، و يعني الاختيار للفانز بتوعنا، مفيش مننا تدخل خالص. إن شاء الله يا رب كده بالتوفيق. وأستاذ عزت سامي رئيس مجلس إدارة شركة سيماك كان معنا. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانتوا طيبين جميعا، ميري كريسمس، أشوفكم بكرة إن شاء الله. مساء الورد.